السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل على الدرس رقم 1 صفحة 174 من كتاب الأضواء الصف الخامس الابتدائي. السؤال الأول: اكتب الكسر الاتياتي الذي يعبر عن الجزء المظلل. تعال نشوف الجزء المظلل في أبسط صورة. طبعا أنا عندي هنا مظلل واحد من الأربعة، يبقى عندي ده أبسط صورة للكسر، لأن الواحد ده أبسط صورة للكسر. وتعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا مظلل واحد اتنين تلاتة، أدي البسط بتلاتة، وبعد كده أدي أربعة، وأربعة فوق يبقى تمانية، يبقى تلاتة على التمانية، وده أبسط برضو صورة للكسر. تعال نشوف هنا ملون اتنين من التلاتة، أدي اتنين متظللين والكسر كله، الرسم كلها تلاتة، يبقى اتنين على تلاتة. ونشوف السؤال رقم 4. هنا مظلل واحد من الاتنين، يبقى واحد على اتنين اللي هو نص الرسم. هنا مظلل اتنين من التلاتة، أربعة خمسة، يبقى اتنين على خمسة، يبقى مظلل اتنين على خمسة من الرسم. وتعال نشوف آخر سؤال رقم 6. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، كده في البسط أربعة، وهنا أربعة، أدي كده خمسة ستة، يبقى أربعة على الستة، لكن دي مش أبسط صورة، لازم أحطها في أبسط صورة. هقسم على اتنين فوق وتحت، على اتنين هتديني اتنين، ستة على اتنين هتديني تلاتة. ونشوف السؤال رقم 2. بسم الله، اكتب الكسر العشري الذي يمثله الجزء الأخضر والأحمر في كل دائرة. عايز العدد هنا بعلامة عشرية. طيب هنا الجزء الأخضر بيمثل، الجزء الأخضر بيمثل نص الدايرة. نص الدايرة ده ممكن تكون حافظه وتقول عليه 5 من 10، أو عايز المقام ده يكون 10، هضرب الاتنين في كام تدينا 10، هضرب في 5، أضرب فوق في 5، الواحد في 5 بـ5، يبقى 5 على 10 هي نفسها 5 من 10. ليه؟ علشان هو عايزه في ايه؟ في كسر عشري. تمام. الجزء الأحمر يمثل نقط الدائرة. الجزء الأحمر بيمثل ربع الدايرة، الجزء الأحمر اللي هو ربع الدايرة، عايزها في عدد عشري، هضرب بسط ومقام، هضرب بسط ومقام، هضرب الأربعة في ايه تديني 10، ما عنديش حاجة أضربها في الأربعة تديني 10، لكن ممكن أضربها في 100، أضرب حاجة في 4 تديني 100، أضرب الأربعة في ايه، الأربعة في 25 بتديني 100، أضرب فوق في 25، الواحد في 25 بـ25، 25 على 100 هي نفسها 25 جزءا من 100. وتعال نشوف السؤال رقم 2. الجزء الأخضر عندي 3 أرباع، الـ3 أرباع انت ممكن تبقى حافظها الـ3 أرباع بـ75. طيب لو انت مش حافظها هتشوف الأربعة تتضرب في ايه تديك حاجة، يا صفر يا 10 يا 100، هضرب الأربعة في ايه تديني 100، الأربعة في 25 بـ100، أضرب فوق في 25، الـ3 في 25 بـ75، يبقى 75 جزءا من 100. هنا الجزء الأحمر بيمثل الربع، وإحنا قلنا الربع خلاص 25 جزء من 100 اللي هو 25 على 100، كده إحنا حفظنا الربع. تعال نشوف السؤال اللي بعده. الجزء الأخضر عندي برضو الجزء الأخضر ربع، عايز أخلي الربع ده بعلامة عشرية، يعني أخلي المقام 10 أو 100. شوف تعرف توصل بالأربعة لحد إيه، توصل للأربعة لحد 100، أضرب في 25، يبقى 25 من 100 اللي هي 25 على 100. الجزء الأحمر نفسها بالظبط لأن هي نفس المسافة، يبقى 25 برضو. ونشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3. اكتب كل من الكسور التالية في صورة كسور عشرية. عايزها في صورة كسور عشرية. 1 على 10 هي نفسها 1 من 10، شيل العشرة وحط علامة بعد رقم، وادي الرقم اهو. هنا 3 على 10 هي نفسها 3 من 10، تمام كده. هنا الخمسة عايزة اوصلها لمقام 10، هضربها في 2، هضرب فوق في 2، الـ2 في 2 بـ4، بقت 4 على 10 هي نفسها 4 من 10. نشوف السؤال رقم 4. هنا برضو الخمسة عايزاها تكون 10، هضرب الخمسة في ايه في 2، اضرب فوق في 2، الـ2 في 4 بـ8، 8 على 10 هي نفسها 8 من 10. هنا هضرب الـ20 في ايه تديني 100. انا هبص الاول، الـ2 في 8 تديني 10، الـ2 في 5 يبقى الـ20 في 5، هضرب فوق في 5، 3 في 5 بـ15، 15 على 100 هي نفسها 15 جزءا من 100. سؤال رقم 6. الأربعة تتضرب في ايه تبقى 10؟ مفيش عندي أربعة تتضرب في حاجة تدينا 10، لكن عندي 100، الـ4 في 25 بـ100، هضرب فوق في 25، 25 على 100 هي نفسها 25 جزءا من 100. وتعال نشوف السؤال رقم 4. إذا كان عدد الأشخاص المشاركين في الاستبيان هم 100 شخص، فلاحظ القطاعات الدائرية ثم أكمل. ما عدد الأشخاص اللي يمثلهم اللون الأصفر؟ عدد الأشخاص اللي بيمثلهم اللون ده عندي بيعتبروا إيه؟ 5 الأشخاص، 5 1 على 5 من الاستبيان كله اللي هم كام؟ 100. طبعا هنبدأ نختصر لأن ده معناه على واحد، وده بسط وده مقام. هنقسم على الخمس، هنا هتروح الخمس، هنا هنبدأ بـ10 على 5 هتديني 2، وعند صفر هنزله يبقى 20 شخص.
عدد الأشخاص يبقى 20 شخص. تعالوا نشوف السؤال، ما عدد الأشخاص اللي يمثلهم الجزء الايه الأخضر، الأخضر كام؟ 3 على 10، وهم كلهم كام؟ كلهم 100. تمام، هنشيل الصفر مع الصفر، هنضرب 3 في 10 هيديني 30، يبقى عدد الأشخاص 30 شخص. ما عدد الأشخاص اللي يمثلهم الجزء الأحمر، الأحمر كام؟ الأحمر نص في 100. هنشيل هنا مفيش، لا ما عنديش، عندي اختصار، ممكن اختصر على الاتنين هتديني 1، على الاتنين هتديني 50، يبقى برضو 50 شخص. وتعالى نشوف الصفحة التانية، اجب مستعينا بالقطاع الدائري، اجب مستعينا بالقطاع الدائري. القطاعات الدائرية المقابلة توضح الرياضة المفضلة لدى 100 تلميذ في الصف الخامس، عندي 100 تلميذ في الصف الخامس. اول حاجة هنا ما عدد التلاميذ يفضلوا كرة القدم، فين كرة القدم؟ اهي كرة القدم اللي هي نص، نص في 100 يعني نص المية 50 تلميذ، يبقى 50 تلميذ. تمام، ما عدد يفضلون الجمباز، الجمباز اللي هو الاحمر اللي هي 1 على 10، هاخد 1 على 10 اضربها في 100، هنشيل صفر مع الصفر هيتبقى لي 10، يبقى 10 تلاميذ. عدد الاشخاص اللي بيفضلون، عدد التلاميذ قصدي اللي بيفضلون السباحة، السباحة اللي هي الربع، هاخد الربع اضربه في 100. تمام، طبعا هنا 100 على 4، 100 على 4 افراد، كل فرد ياخد 25. ما عدد التلاميذ اللي بيفضلون كرة السلة، فين السلة؟ الأصفر اللي هي 3 على 20، هضرب 3 على 20 في 100، هنشيل الصفر مع الصفر وهنقسم على الاتنين، هنا هتدينا 1، 10 على 2 هتدينا 5، 3 في 5 ب15 يبقى 15 تلميذ. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده، عندي هنا توضح القطاعات الدائرية المقابلة الطعام المفضل لدى 60 ولد، يعني الدايرة دي كلها 60، اللي بيفضل الكشري، فين الكشري؟ الأحمر اللي هو 2 على 5 في 60، وهنبدأ نبسط، هقسم على الخمسة هتديني 1 على 5 هتديني 12، 5 هتديني 12، الـ2 في 12 بـ24، يبقى عدد الأولاد 24 ولد. هنا الشاورما، فين الشاورما؟ اللي هو الأخضر اللي هو الخمس، هاخد الخمس أضربه في 60، هنا هقسم على الخمسة، فين احنا؟ فين الشاورما اللي هو الأخضر؟ الخمس. طيب ماشي، هنا هقسم على الخمسة، وهنا هقسم على الخمسة هتديني 12، يبقى هنا 12 بس، 12 ولد. عدد الأولاد يفضلوا المكرونة، المكرونة اللي هي الجزء الأصفر اللي هو 1 على 10 في 60، هنشيل صفر مع الصفر اتبقالي 6 أولاد. بيقول لي ما نوع الطعام الذي يمثل الكسر الاعتيادي 3 على 10؟ نوع الطعام اللي بيمثل الكسر الاعتيادي 3 على 10 اللي هو ده المفتاح بتاعه اللي هو الدجاج. بسم الله، ندخل على سؤال اللي بعده، سؤال رقم 6، بيقول لي ظلل في القطاع الدائري. بسم الله، 3 أرباع الدائرة باللون الأخضر، هنظلل 3 أرباع الدائرة باللون الأخضر. يعني ايه 3 أرباع الدائرة؟ يعني من كل 4 هنظلل 3، من كل 4 ادي كده، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 3 من الـ4، احنا ظللنا 1 2 3، ده كده، ده كده 3 من الـ4 اللي هو 3 أرباع الدائرة، كل 4 هنظلل 3، ظلل 3 أرباع الدايرة، يعني كل 4 ادي 1، ادي 1 2 3 4، ظللنا 3، ودول 1 2 3 4، هنظلل كمان 3، ادي 1، ادي 2، ادي 3. ليه ظللنا ده كله؟ هو بيقول لي 3 من 4، يعني كل 4 خطوط متقطعة ظلل منهم 3، كده احنا بنقول هي كلها 8، يعني كل 4 هنظلل 3، يعني هنظلل من 8 6، ادي 1 2 3 4 5 6. تمام، وظلل هنا بقى باللون، تمن الدائرة باللون الأحمر، تمن الدائرة باللون الأحمر، يعني 1 من 8، الدائرة كلها 8، عايز 1 من 8 باللون الأحمر. تمام، وواحد من 8 باللون الأزرق، ادي اللون الأزرق. تمام، هنا بقى تعالى نبدأ نحل. بسم الله، بقول لي إذا كان 40 تلميذ شاركوا في الاستبيان، يعني الدايرة دي عبارة عن 40، يعني الجزء اللي فوق ده 20، يعني القطعة عندي يعتبر بـ5. تمام، هنا شاركوا في الاستبيان، إجمالي عدد التلاميذ الذين يمثلهم القطاع الملون باللون الأزرق والقطاع الملون باللون الأحمر، الأزرق اللي هو ده والأحمر اللي هو ده، دول كام؟ دول 10، 5 زائد 5 هيدوني 10، يبقى 10 تلاميذ.
ما الكسر العشري لمجموعة التلاميذ اللي ما يصلهم القطاع الأخضر؟ القطاع الأخضر أدي 10 أدي 20 أدي 30، ده كده 30. هنا طبعا لو هو عايز عددهم هما 30، لكن هو عايز الكسر العشري، باخد التلات أرباع اللي هو اللون الأخضر بحوله لعدد عشري، بحول الأربعة أضربها في 25، الأربعة في 25 بتديني 100، هضرب فوق في 25 هتديني 75، يبقى 75 على 100 هي نفسها 75 جزءا من 100. وتعال نشوف السؤال رقم 2، بيقول لي ظلل نص الدائرة باللون الأحمر. تعال نظلل نص الدائرة باللون الأحمر، ادي كده بسم الله، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ادي ستة، ده كده نص الدايرة باللون الاحمر. والربع باللون الازرق، عايزين الربع عايز الربع باللون الازرق، واحد من الاربعة هما كده واحد اتنين تلاتة أربعة، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، دول 12، يبقى عايز الربع 12 أربعة لو انت تلاتة، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. تمام، هنلون بعد كده واحد من الـ12 باللون الأصفر، مفيش معانا لون أصفر فاحنا هنسيبه لون أبيض وخلاص. واحد على ستة باللون الأخضر، واحد على ستة هما 12 يعني هيبقوا 2، هما كلهم 12 يبقى هيكونوا 2، ادي واحد ادي 2، يبقى اللي اتبقى ده هو أصفر، ده كده لون أصفر. تمام، طيب تعالى بقى نحل. بسم الله، بيقول لي إذا كان الاستبيان 24، طبعا هنا السبيان كله 24، عدد التلاميذ اللي مثلهم القطاع الاحمر، الاحمر كان كام؟ الاحمر كان نص، هم 24 يبقى نصهم 12 تلميذ، 12 تلميذ يعني ممكن اقول له نص في 24. عدد التلاميذ اللي مثلهم اللون الاخضر، فين الاخضر؟ الاخضر كان السدس، الاخضر كان سدس في 24، 24 على 6 24 على 6 اللون الاخضر كان 6، 24 على 6 بقى ستة، اديني اربع تلاميذ. كسر العشر يمثله القطاع الازرق، فين الازرق؟ اللي هو الربع، ربع في 24، 24 على 4 تديني 6 تلاميذ. وتعالى نشوف، فكر، بقولي لاحظ القطاعات الدائرية المقابلة ثم اكمل. بص على القطاع وعايزين نكمل النقط، بقولي التقدير الستين المناسب للقطاع المظلل باللون الاحمر. القطاع طبعا الدائرة عندي كلها 360، ده كده 90 درجة وده كده 90، هو عايز الاحمر، الاحمر 90 درجة. التقدير الستين المناسب للازرق، ده كده نص الدائرة، نص الدائرة يعني ده كله 180 درجة، يبقى الازرق عندي 180 درجة. القطاع الأصفر برضو زيه 90 درجة، ونشوف أوافق أو لا أوافق. يقول مالك أن قياس الزاوية التي قياسها ربع الدائرة بيساوي 90 درجة، طبعا أوافق لأن أنا عندي ربع الدائرة اللي هي 360 درجة، هقسم هنا على الأربعة وهقسم هنا على الأربعة هتديني 9، يبقى 90 درجة. ونشوف الاختبار ونبقى كده خلصنا الدرس كامل. بسم الله، هنا بيقول لي اول سؤال اختر الاجابة الصحيحة، الكسر الاعتيادي 3 على 10 يمثله الكسر العشري، 3 على 10 هي نفسها 3 من 10. ونشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي قياس الزاوية التي تمثل نص الدائرة، نص الدائرة، الدائرة كلها 360، نص الدائرة بيساوي 180 درجة. في الشكل المقابل الجزء المظلل ده بعتبره ربع الدائرة، بيسميه ربع الدائرة، هو مش عايز الدرجة، ده هو عايز بيمثل قد ايه ربع الدائرة. تعال نشوف سؤال اكمل، التقدير الستين المناسب للجزء المظلل في الشكل المقابل، انا عندي الدائرة دي كلها 360 درجة، ادي 1 2 3 4 5 6 يعني 360 على الستة، 36 على الستة، 6 × 6 × 36 يعني الخط الواحد من دول الجزء المظلل الواحد ب60، يعني دي ب60 وده ب60، 60 و60 هيدوني 120 درجة. الكسر الاعتيادي اللي بيمثل 2 من 10 من الدايرة، 2 من 10 اللي هي نفسها 2 على 10، هقسم على 2 فوق وتحت، على 2 هتديني 1، 10 على 2 هتديني 5، يبقى ده أبسط صورة للكسر. المثلث الذي به قياس زاوية قائمة، قياس زاوية قائمة يبقى المثلث نوعه قائم الزاوية، طب لو منفرجة يبقى منفرجة الزاوية، قائم الزاوية.
الشكل المقابل يوضح انفاق اسره، فاذا كان اكبر مبلغ ينفق فيه، اكبر مبلغ بينفقوه في الايه، اكبر حاجه في الرسمه اللي هي الطعام. سؤال رقم 3، اجب مستعينا بالقطاعات الدائريه، ما الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء الاحمر؟ ده عندي كده بيمثل نص الدايره، الجزء الاحمر ده النص. كسر الاعتياد يمثل الجزء الازرق، الجزء الازرق ده الربع، ربع الدايره. طيب التقدير الستيني المناسب للزاويه التي تمثل الجزء المظلل باللون الاحمر، عايز التقدير الستيني، دايره كلها 360 درجه، نصهم دول كده 180 ودي كده 90، لكن الاتنين دول مع بعض 90، هو عايز نص الاحمر يبقى 180 درجه. ندخل على اخر سؤال معانا، يبقى كده الدرس الحمد لله خلص. توضح القطاعات الدائريه المقابله الرياضيه الرياضه المفضله لدميت تلميذ، عدد تلاميذه يفضلوا كره اليد، كره اليد فين؟ ادي كره اليد باللون الاحمر، ربع، ربع في 100 اللي هو ربع المية، ربع المية 100 على 4 تديني 25 تلميذ. عدد التلاميذ اللي فضلوا كرة القدم، كرة القدم اللي هي 2 على 5، 2 على 5 وهم كلهم 100، هنقسم 100 على 5 هتديني 20، 20 في 2 هتديني 40 تلميذ. عدد التلاميذ اللي فضلونا الجمباز، فين الجمباز؟ اللون الأصفر اللي هو 1 على 10، 1 على 10 واضربهم في 100، هنشيل 0 مع 0 تبقى لي 1 في 10 ب10، يبقى تلاميذ 10 تلاميذ، وده تلميذ وده تلميذ. اخر سؤال معانا، مع تلاميذ فضلونا السباحة، السباحة باللون اللي هو اللبني، ادي الربع، ربع في 100 اللي هي ربع المية، هقسم 100 على 4 افراد، كل فرد ياخد 25، يبقى 25 تلميذ. وكده الحمد لله احنا خلصنا كل اسئلة الدرس، ان شاء الله الفيديو القادم هناخد الدرسين التاني والتالت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.